السلام عليكم. النهاردة معنا معلومة جديدة، فيديو جديد. النهاردة هنقول لو انت دلوقتي الارقام اللي على التليفون عندك كلها اتمسحت، او جبت تليفون جديد والارقام كلها اتمسحت. في ناس ما بتبقاش شايلة نسخة من الارقام بتاعتها على فلاش او على كارت ذاكرة او حاجة. فمعانا حاجة صغيرة النهاردة، اجيب لكم بقى الارقام كلها اللي ضاعت منكم، هو عن تطبيق الماسنجر. هتفتح تطبيق الماسنجر، هنخش على جهات الاتصال الهاتف، هتخش على إدارة جهات الاتصال الهاتف. من هنا هتلاقي كل الأسماء بتاعتك موجودة، تقدر تاخدها كلها وتنسخها وترجعها تاني ليك. وكده يبقى انت رجعت كل الارقام اللي ضاعت منك، وكل حاجة هنا موجودة. يعني في نسخة احتياطية متاخدة لدفتر الاسماء عندك كله. يا رب اكون فدتكم، وانتظروني في معلومة جديدة تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.